السلام عليكم. أمهات كتير بعد ما بتخلص الكشف في العيادة وهي ماشية تقول لي بقى دكتور معلش تكتب له بقى شوية فيتامينات. فببدأ أسألها بقول لها أنت محتاجة إيه من الفيتامين؟ يعني إيه اللي عند طفلك ناقص محتاجة إن أنت تكمليه بفيتامينات؟ الفيتامينات دي اسمها مكملات، يعني لازم يبقى عندنا حاجة ناقصة وبنكملها بالفيتامين المعين. هقول لك النهاردة إزاي تقدري تحددي الفيتامين اللي طفلك محتاجه. يعني محتاج حديد، محتاج كالسيوم، محتاج فيتامينات مجمعة، محتاج أوميجا. بقول لك ايه الاعراض اللي تبقى موجوده مع الطفل عشان تقدري تعرفي الطفل ده محتاج اي نوع من انواع الفيتامينات. في الاول لازم نبقى عارفين ان احنا دايما بنعمل تحاليل عشان نطمن على صحه الطفل ونشوف الطفل عنده نقص في نوع معين من انواع الفيتامينات ولا لا. هقول لك على شويه علامات كده لو شفتيها مع الطفل تبداي تعرفي الطفل ده محتاج اي نوع فيتامين. الطفل اللي وشه شاحب كده ودبلان وتلاقي شفايفه بيضه وتحت عينيه غامق وموجود قليل يجري شويه ولا يلعب شويه تلاقي الطفل مش قادر يكمل تعبان، ده غالبا بيكون عنده انيميا نتيجه نقص الحديد. مهم جدا ان احنا نديله فيتامين يكون فيه الحديد. غير كده الحديد بيبقى موجود برضه في اكلات كتير، يعني البروتين مثلا اللحمه والفراخ الحاجات دي بيبقى فيها حديد عالي الامتصاص بتفرق كتير في صحه الطفل. الفواكه المجففه زي التمر والزبيب من الحاجات اللي فيها حديد بنسبه عاليه. الكبد فيها نسبه عاليه، السبانخ والبروكلي بيبقى فيها نسبه عاليه، والشوفان والحبوب الكامله بيبقى فيها نسبه عاليه من الحديد. مهم جدا ان انت تدي غذاء للطفل كويس جنب الفيتامين مش فيتامين بس. تاني حاجه الطفل اللي عمره شهور وتلاقيه مرخرخ مش قادر يقعد مش قادر يمشي مش قادر يزحف، السنان عنده متاخره او طفل كبير شويه في تقوس في رجليه او الطفل تحس ان هو بيجي يسنن كده مش عارف يسنن كويس، غالبا الحاجات دي بتبقى نقص كالسيوم وفيتامين د. مهم جدا ان احنا ندي فيتامين يكون فيه كالسيوم وفيتامين د، ده طبعا مع التحليل زي ما اتفقنا. برضه في اكل كتير بيكون فيه كالسيوم زي اللبن ومنتجات الالبان زي البيض زي البروكلي والعدس والفاصوليا، الحاجات دي بيبقى فيها كالسيوم بنسبه عاليه. السمسم من الحاجات اللي بيبقى فيها كالسيوم بنسبه عاليه. السمك الدهني زي السردين والسلمون بيبقى فيها كالسيوم بنسبه عاليه. مهم جدا ان احنا ندي اكل فيه كالسيوم كويس مع الفيتامين زي ما قلنا. اما بقى الطفل اللي مش مركز وبينسى بسرعه ومش بيحصل كويس او الطفل اللي متاخر في الكلام، الطفل ده غالبا لما بنديله فيتامين بندي حاجه فيها اوميجا 3. الاوميجا 3 في الحالات دي بيدي نتائج هايله، بيخلي الطفل يركز كويس، بيخلي الطفل يجمع داتا كويس، بتخلي التكوين العصبي بتاع الطفل كويس والتركيز بتاع الطفل كويس. الاوميجا زي ما هنديها دواء في منها برضه موجود في الاكل زي الاسماك الدهنيه السلمون والسردين، وموجود في المكسرات اللوز والبندق وعين الجمل، الحاجات دي بيبقى فيها اوميجا بنسبه كبيره، موجود برضه في السمسم ممكن نطحنه ونضيفه على الاكل بتاع الطفل. دي شوية معلومات للأطفال اللي محتاجة إن احنا نديلهم حاجات فيها أوميجا. أما لو طفل بقى مش بياكل كويس وهزلان بصفة عامة ممكن تديله حاجة فيها فيتامينات مجمعة. الفيتامينات المجمعة ديت بتفيد بقى الطفل بصفة عامة في حاجات كتير، بيبقى تركيزه مش عالي قوي زي الحاجات المركزة اللي قلنا عليها، بس برضه بتفرق مع الطفل، ممكن تفتح الشهية بتاعته، ممكن تخلي النشاط بتاع الطفل بصفة عامة كويس بتعوضه عن نقص الأكل لحد ما نبدأ ناكل كويس. لكن ما ينفعش نعتمد على الفيتامين بس، فيتامين جنب الاكل. في الاخر بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير، تشتركوا لنا في القناه، تعملوا لنا فولو للصفحه، ولو احتجت اي حاجه سيبيها في التعليقات تحت.